السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الامتحان الجهوي دورة يوليو 2014 الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين جهات فاس. كتابة النص العلمي أسفله وملأ الفراغات بما يناسب المصطلحات التالية: الانعكاس هو رد فعل لا إرادي ناتج عن إهاجة بطبيعة الحال مستقبلات حسية تنشأ على مستواها سيال عصبية حسية تنقل بواسطة بطبيعة الحال ألياف عصبية حسية نحو المركز العصبي الذي يحولها إلى سيال عصبية حركية والتي تنقل بواسطة بطبيعة الحال ألياف عصبية حركية في اتجاه المستجيب الحركي وهو العضلة. ننتقل إلى المكون الثاني لاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. التمرين الثاني يلخص الجدول أسفله مختلف تجارب منجزة على البنية الممثلة في الوثيقة أسفله والنتائج المحصل عليها. لدينا عصب وركي ولدينا عضلة. التجارب ثم النتائج. تجربة رقم 1 إهاجة مباشرة للعضلة تقلص العضلة. تجربة الثانية إهاجة عصب الوركي على مستوى هذه النقطة ثم نسجل أن هناك تقلص للعضلة. 3 نقوم بغمر العضلة والعصب الوركي في محلول الكورار اعتذر ثم إهاجة العضلة مباشرة هناك تقلص للعضلة. فيما يخص التجربة الرابعة نقوم بغمر العضلة والعصب الوركي ثم إهاجة العصب الوركي فالنتيجة عدم تقلص العضلة. ملحوظة الكورار هو عبارة عن مادة كيميائية مخدرة. أسئلة أو السؤال رقم 4 من خلال معطيات تجربتين رقم 1 و 2 حدد خاصية العضلة التي تم الكشف عنهما. بطبيعة الحال إهاجة العضلة كما ربما تبين لكم ذلك سجلنا كنتيجة تقلص العضلة إذا العضلة فهي تتوفر على خاصية القلوسية إنها قابلة للتقلص. بطبيعة الحال إهاجة العضلة كذلك بطريقة بشكل مباشر أدى إلى حدوث تقلص وبالتالي فالعضلة كذلك قابلة للاهتياج بشكل مباشر. إذا الخاصية في هذه الحالة التي تم الكشف عنها وهي خاصية الاهتياجية إذا القلوسية والاهتياجية. ب استنتج دور العصب الوركي. بطبيعة الحال عندما قمنا بإهاجة العصب الوركي سجلنا على أن هناك تقلص للعضلة. في هذه الحالة العصب الوركي سيلعب دور موصل حركي لأنه ينقل السيولة العصبية الحركية من نقطة إهاجة في اتجاه العضلة. فعلا في هذه الحالة سنقول فيما يخص دور العصب الوركي في هذه التجربة فهو ينقل السيولة العصبية الحركية في اتجاه العضلة وبالتالي فهو موصل حركي. فيما يخص السؤال رقم 5 كيف تفسر النتيجة المحصل عليها في التجربة رقم 4 علما أن الكرة لا يوقف انتشار السيولة العصبية على مستوى العصب الوركي. بطبيعة الحال فيما يخص التجربة الرابعة قمنا بغمر العضلة والعصب الوركي ثم إهاجة العصب الوركي لاحظوا معي عدم تقلص العضلة. لكن في التجربة رقم 3 عندما قمنا بغمر العضلة والعصب الوركي في محلول الكورار لاحظنا بطبيعة الحال ثم إهاجة العضلة مباشرة لاحظنا أن هناك تقلص للعضلة. في هذه الحالة بطبيعة الحال الكورار يوقف مرور السيالة العصبية الحركية على مستوى السينابس عصب عضلة أو يمكن أن نقول على مستوى الوحدة المحركة أو الصفيحة المحركة. كما ربما تبين لكم ذلك أن الكورار لا يوقف انتشار السيالة العصبية على مستوى العصب الوركي وإنما فقط على مستوى السينابس أو الصفيحة المحركة. نتابع السؤال رقم 6 اعتمادا على معارفك والمعطيات السابقة أنجز خطاطة تبين مسار السيالة العصبية في هذه التجربة. الإهاجة وقعت على مستوى بطبيعة الحال ربما تبين لكم على مستوى العصب الوركي. هذه السيالة العصبية أعيد إهاجة العصب الوركي كما ربما أشرت إلى ذلك. نسجل بطبيعة الحال أن هناك نشأة لسيالة عصبية حركية. لماذا أشرت على أن هناك سيالة عصبية حركية؟ لأنها تتجه مباشرة نحو العضلة. إذن فهي سيالة عصبية نابدة أي تتجه من نقطة إهاجة نحو المستجيب الحركي. هذه السيالة العصبية الحركية تمر عبر ألياف عصبية حركية. بطبيعة الحال ستمر عبر السينابس أو الصفيحة المحركة ما يسمى كذلك السينابس عصب عضلة. بطبيعة الحال تصل إلى مستوى العضلة تتقلص العضلة بطبيعة الحال فتحدث حركة العضلة.